ضرب وقتل وشبع وتعذيب وشخ كلاب وتفتف علينا يحشر البساطير في طمامنا وبالكلاشنات يخفطونا وحالي ضل على الله. وطول انتقل على البيت مستشفى يعني انرمى لمدة شهر ومكلبش ومع العركبة هاي من الكلبشات طبول يعني الكلبشت لمدة شهر وطول الفاكر ذاك الخلط ضلخ مكلبش ومغمي بعد على البلاط على ركبة عن زلط وقف لساعات طويلة واحنا واقفين واحنا قاعدين على رجلينا الليلة يمكن لنا بعد 12 الليل واحنا اتقالنا احنا من شكلين من سجعية من الروف من الزيتون من الشيخ رضوان بولونيا أخذونا لمونا ووقفونا على الكاميرا وبعد يصوروا فينا لمونا حوالي 300 واحد أو 400 واحد وأخذونا على موقع عسكري هم عاملينه عدو ورب شرق قدام على المدرسة شوية حدينا الدور ومجرفين المقبرة اللي غاد وعاملين فيه موقع عسكري دبابات وجبات وخيام ولقوني قلب النتمة عن عيني الشحن وقفوني 3 ساعات 2:30 وقفوني وانا عريان على جبل عقبال البحر سقعة كتلتني كتل بيت كنت في بيت قاعد انا ومرتي واولادي وحط نص الليل لطمان وبعدين مرتي واولادي بعرفش وين اخذوهم وانا غموني وكلبسوني في بقى معانا نساء بقى معانا جابوا من شارع احمد ياسين نسوان ومن الصفطال اما من المدارس لا النسوان جابوهن من الدور صعب أوي أنا أسير محرر أولوش يعني بين 7 سنوات في السجن يعني 7 سنوات برم والشهر هذا عن 100 سنة